السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من متابعة عن قرب. الإعلام الذي يصنع الحدث ولا يصنع الفتنة، الإعلام الذي يكشف الحقيقة بكل حرية ولكن دون تحلل عن ضوابط وأخلاقيات المهنة، وضع لطالما تاقت فواعل الإعلام التونسي إلى تنزيله إلى المشهد الإعلامي في الحقبة الدكتاتورية حين كانت الكلمة حبيسة. واليوم وبعد أن سقطت الحواجز وانتهى التعتيم وأصبحت المعلومة على قارعة الطريق، بات المشهد الإعلامي التونسي أقرب إلى الفوضى وأبعد عن الحقيقة وأدخل في صراعات الفتنة. إذن هواجس انطلقنا منها لنثير ما بات يعرف اليوم بقيادة الثورة المضادة عبر الجهاز الإعلامي المسخر من المال السياسي مجهول الهوى والهوية. لا بل أصبح الصحفيون هدفا سهل الملال لمنفذي العنف ومخططي عمليات الاغتيال. لهذا الصدد نستضيف اليوم الزميل الإعلامي والمحلل السياسي صالح عطية وصاحب برنامج نقطة نظام بقناة المتوسط. مرحبا بك سيد الكريم. أهلا وسهلا بك وبقناة القلم وبهذا البرنامج اللي في الحقيقة نحتاجه جدا في مشهدنا الإعلامي، لأن المتابعات الإخبارية قليلة في تلفزاتنا الآن وحتى في إذاعاتنا، وهذا ما يرشح هذا البرنامج إلى أن يكون له حظوة لدى المشاهدين. تشرفنا بحضورك. أهلا وسهلا بي. إذن سيدي الكريم، ما هو تقييمك الخاص للمشهد الإعلامي التونسي ما بعد الثورة؟ يعني التقييم يصعب في بضع دقائق الحقيقة، لكن محاولا أجيز نسبيا ونختزل هذا المشهد في بضع جمل، أقول أنه بعد الثورة مباشرة يعني تسرح كما نقولوا نحن باللغة الدارجة التونسية، وانفرط من ذلك العقال الذي كان يربطه قبل الثورة، وسميته منذ حين بالكلمة الحبيسة، وفعلا كنا محبوسين كلنا إلا ما رحم ربك وهو قليل. وبعد الثورة إذا انطلق الجميع يكتبون بحرية، يكتبون بلا رقابة، لم تكن هنالك أي رقابة من أي أحد كان. لكن عندما اقتربت الانتخابات، انتخابات 23 أكتوبر 2011، بدأت المعادلات تتغير شيئا فشيئا، ربما نعود لبعض الأسباب لهذا الوضع. وخاصة بعد الانتخابات تمت عملية فرز واضحة في المشهد الإعلامي، بدرجة أنه أصبحنا نرى إعلاما متحزبا ومسيسا ومؤدلجا أكثر منه إعلام مستقل أو إعلاما مستقلا عفوا. كنا نرنو جميعا كصحفيين كإعلاميين كفاعلين في الساحة الإعلامية أن نشهد في بلادنا بعد الثورة وحتى قبل الثورة كان هذا هاجسنا أيضا، أن نعرف صحافة مستقلة فعلا، وأن تنشأ هذه الصحافة بمعزل عن اللوبيات المالية واللوبيات السياسية واللوبيات بين ظفرين اللوبيات الإيديولوجية أيضا. لكن ما راعنا أن هذه الصحافة المستقلة بدأت تغمس رأسها في التراب تدريجيا حتى انعدم وجودها وحضورها أو يكاد، يعني بالكاد اليوم تجدين يعني صحيفة تتحدث باستقلالية في تونس، بالكاد تجدين إذاعة تتحدث بشكل مستقل وليست لها أجندة في خضم المشهد السياسي المتحرك والمتقلب واللي فيه برشا تعفن كما سنأتي عليه بعد حين إذا شئت. وبالكاد أيضا تجدين قناة تلفزيونية تبحث عن استقلالية الموقف. أنا لست مع الذين يدعون إلى حياد في المطلق وإلى استقلالية في المطلق، هذه غير موجودة تماما، لكن على الأقل استقلالية المهنية. هنالك رأي ورأي آخر، هنالك تعدد في الآراء لابد أن تعكسه هذه القناة أو هذه الإذاعة أو هذه الصحيفة أو هذه المجلة، هذا لم نشاهده إلى الآن. ليست لدينا صحافة مكتوبة مستقلة في تونس، حتى جريدة صباح على سبيل المثال التي عرفت باستقلاليتها منذ نشأتها في الخمسينات من القرن المنقضي، الآن تشهد موجة أخرى خاصة بعد 2011، موجة غريبة عن هذه المؤسسة، هي موجة متحزبة مؤدلجة يعني انزاحت بهذه الصحيفة المستقلة والعريقة باتجاهات أخرى، وهذا ما أدى، وهنا أتحدث عن معلومات، إلى أن تصبح ربما أقل الصحف مبيعات في تونس. أستاذ صالح، سوف نعود للتطرق لكل هذه المواضيع بأكثر تفاصيل، نعم، لكن خلينا أن نمر لخصائص المشهد التونسي ما بعد الثورة. احنا كما تونس الكل رينا وشفنا وعيننا وشاهدنا ظهور العديد من المؤسسات الإعلامية، العديد من القنوات التلفزية، أكثر أيضا من 200 مطبوعة ومنشورة ظهروا بعد الثورة.
حالة الانسيابية والانسياب الإعلامي، كيف يعيشه التونسي اليوم؟ لكن قبل ما ناخذ الاجابه نتاعك خلينا نتعدى ونشوف الفيتير هذايا اللي قامت به كل من الزميله شيماء الوسلاتي واميره وقني، نشوف الروبورتاج هذايا ثم نعود. مشهد الاعلامي التونسي ممتاز، وكان يخليه يخدم كما يحب. مالوريزمون حسب ما قاعدين نشوفوا، حسب ما قاعدين نحسوا انه ثم ضغط عليه. هك وهك. مرة يقيم ومرة يحط كعبلة، ما ثم حتى واحد قاطي في الأخبار ولا في حاجة صحيحة. أنا شخصيا ما يرضينيش والله. في تحسن بعد الثورة، في تحسن والله. ما رش أنا يعني خليه يعطيهم الحرية، يعطيهم المناخ البي باش يخدموا، نتخيل يقدمونا حاجة خير من هكا. المشهد الإعلامي من جهة نحن نتمتع بحرية التعبير، وهذه الحرية تمكننا من التناول الإعلامي لكل المظاهر ولكل الأحداث ولكل المواضيع، وهذا مكسب. ولكن هذا المكسب وهذه الحرية مهددة، وبإمكان يعني ومن الممكن أن نفقد هذا المكسب ونفقد حرية التعبير في أي لحظة زمنية. لماذا؟ لأن هناك مع هذه الحرية التي نتمتع بها هناك حرص وإصرار واستهداف لضرب هذه الحرية وللتلاعب بهذا المكسب. أنا متأكد منه أن الحرية موجودة، حرية الإعلام موجودة، وأنه كذلك معناها الحرية هي أكبر مكسب حققناها بعد الثورة، لكن الحرية كذلك مهددة. فماش حرية، لعدم الحرية. أقبل يمكن، أما توا ما نصورش. مثلا سي محمد كريشان في الجزيرة كان برمي الصحفيين الممتازين جدا هنا في تونس، وعنده خبرة كبيرة تلفاسون، لقى الكبت ولقى الحصار الإعلامي الشديد تلفاسون، كيهرب البرة كيخدم البرا بليتو، ما نقولوش هرب، هرب ولا خرج، كله كيف كيف صار في يومين. لقى الحرية نتاعو، فجر طاقاته، ممتاز. بعض الدخلاء على المهنة، هؤلاء ليسوا أبناء القطاع ولا يهمهم المهني، لا تهمهم لا المهنية ولا أخلاقية العمل الصحفي. مسألة معناها الدخلاء على القطاع اللي زادة تتفاخمت زادة، واللينا تشوفوا معناها ناس فما حتى ما عندهاش الباك اليوم يدخل معناها ويولي صحافي، فما ناس من قطاعات أخرى معناها تلقاه يعمل مهندس ولا معلم ولا أستاذ ولا محامي في نفس الوقت ولا صحافي زادة. هذه القضايا اللي زادت تعمقت وهي اللي قاعدة زادة تضر بالقطاع هذايا. أنا دائما وبدنا نقولها، أنا مثال مليش خارج مع الصحافة، ولكن نؤمن بحاجة أنه الصحافة أولا هي علم أكاديمي، صحيح هذا ما نجمش الإنسان يزمه يملك، ما تنجم تكون عندك الآليات وتقنيات العمل الصحفي إلا ما تكون عندك مستوى معين من التعليم اللي هو يأهلك، أو مستوى العلمي يأهلك مش تكون في المكان هذيك. إذا كان هذا تقييم بعض الإعلاميين لخصائص المشهد الإعلامي التونسي. ما هو تقييمكم للتعددية؟ ألا تعتقدون أن المشهد الإعلامي التونسي بات أكثر تعددية وأفضل حرية ما بعد في فترة ما بعد الثورة؟ بكل تأكيد، يعني هنالك حرية، ربما منسوب حرية واسع جدا في تونس الآن. كل الصحفيين يكتبون بلا أي رقابة من أي كان. أحيانا البعض يختلق ويفتعل مشكلات مع السلطة ويقول السلطة تريد أن تدجن والسلطة تريد كذا. يعني أنا شخصيا لم أتوقف على هذا إلى حد الآن. ما ألاحظه أحيانا يتجاوز حتى القانون بتفاصيله القديمة، لأنه معناش قوانين جديدة تنظم العمل الصحفي وتنظم الحريات إلى غيره. ولذلك معناها ما نقرأه في الصحافة، ما نسمعه في الإذاعات من جلد ومن يعني ثلب، تصل إلى درجة الثلب، تصل إلى درجة العصيان المدني في بعض القنوات التلفزيونية التي يعاقب عليها القانون ويفترض على النيابة العمومية أن تتحرك وتحقق مع هؤلاء الذين يتحدثون بهذه بلهجات يعني ليست من جنس الإعلام وليست من اختصاص الإعلاميين على وجه الإطلاق. نرى يعني دعيني أكمل الجملة لو سمحتي، يعني أرى أنه بصرف النظر عن هذه الحرية هناك مشكلات أخرى. لا أوافق بعض الزملاء الذين تحدثوا عن قضية الدخلاء. هذه الدخلاء أعتقد أنها مشكلة إضافية وثانوية،
هنالك مشاكل هيكلية في المهنة وفي الإعلام وفي المؤسسات الإعلامية. هنالك مشكل رئيسي، كيف ننظم هذه الحرية أولا؟ وهذا ينبغي أن يتداوله الصحفيون فيما بينهم. يعني أن نتحدث عن الإعلام كونه حر في المطلق، ليست هنالك حرية مطلقة في أقوى وأعدى الديمقراطيات في العالم. هذه مغالطة نقدمها للرأي العام في تونس، ونقول له نريد أن نكون أحرار، وحريتنا مرتبطة بأن نثلب وبأن نجلد وبأن نسب ونشتم وما إلى هنالك. هذا يعني إذا ماهوش عن قصد فهو تقدير خاطئ وربما غير دقيق. الجانب الثاني في تقديري مطروح على المهنيين اللي يعملوه، أنه نميزوا بين الصحافة الحزبية والصحافة المؤدلجة وبين الصحافة المهنية، والمسافة بينهما في تقديري مسافة واسعة جدا، لا يمكن أن نخلط الأمرين معا. اليوم نشاهد مشهد إعلامي متحزب مسيس مؤدلج لا علاقة له بالصحافة المستقلة. أنا عندما أقرأ اليوم مثلا أنه فشل الحوار الوطني، يعني ربما نحين هذا الحوار حتى يكون يعني دقيق، حوار وطني فشل بسبب تعنت الترويكا على سبيل المثال. لا يتحدث الإعلام عن تعنت المعارضة، الترويكا لم تقبل بشروط المعارضة. متى كان الحوار يفترض شروطا مسبقة؟ طيب حتى لنفترض أن هنالك شروطا مسبقة، أليس للترويكا شروطا أيضا؟ لماذا لا يتحدث عن هذه الشروط ورفض المعارضة لهذه الشروط؟ إذن سلة الإعلام الآن ليست سلة مستقلة وليست سلة مهنية، وهذا سيطرح موضوع أخلاقية المهنة ربما نتعرض له بعد حين. إذن في ظل غياب الإطار القانوني المنظم للمهنة، هناك أيضا حالة انفلات في الانتساب للمهنة، ماذا عن ذلك؟ يعني بأي معنى حالة انتساب؟ أنا لا أرى هذا وجيها الكلام هذا، وكنت أسمع فيه قضية الدخلاء. الصحافة التونسية وصحافة العالم في نهاية الأمر كلها تقتات من بعض الدخلاء بين ظفرين. أطباء يكتبون في الصحافة، محامون يكتبون في الصحافة، قضاة يكتبون في الصحافة أيضا، أساتذة جامعيين، أساتذة في التعليم الثانوي، معلمون. الصحافة التونسية عرفت أيضا ونهضت واشتد عودها في مرحلة من المراحل بفضل مساهمات الأساتذة في التعليم الثانوي والمعلمين. يعني أن نخلط الأمور ونقول أنه الأساتذة والأطباء والقضاة الآن دخلاء على المهنة، ينبغي أن نميز. هل نتحدث عن مقالات رأي ومقالات يعني فيها وجهة نظر يقدمها هؤلاء؟ هذه أعتقد أن إضافة للصحافة في تونس. لا يمكن للصحافة أن تتحدث أن تصدر الكل أو الإذاعة أو التلفزيون كلها هكذا بطريقة مهنية وكلها خبرية. لابد من تحليل، لابد من مقاربات، من وجهات نظر يقوم بها هؤلاء الأطباء والقضاة والمحامون والأساتذة وما إلى هنالك. لكن في الوجهة الأخرى أيضا، إذا كنا نتحدث عن الدخلاء أن الطبيب تحول إلى صحفي، هنا علينا أن ندلل على ذلك ونقول هنالك اسم الفلاني والاسم الفلاني في هذه المؤسسة الإعلامية أو في تلك أصبحوا اليوم يعني صحفيين. ولا نخلط أيضا بين الصحفيين والمنشطين والمذيعين، هذه قضية أخرى أيضا. هنالك نوع من الخلط، يعني خلينا نقول نكون حسن النية ونقول غير مقصود ونقول غير يعني ربما مبرمج، لكن هو خلط في نهاية الأمر. ينبغي أن نميز، هناك صحفي وهنالك يعني استحقاقات لكلمة صحفي ينبغي أن نعرفها جيدا، أن الصحفي في كل التعبيرات في العالم هو الذي يقتات من المهنة الصحفية وليس لديه دخل إلا من المهنة الصحفية، هذا ينبغي أن يكون واضحا، وأن يكون شخصا أو أن تكون شخصا مستقلا أو مستقلة في مهنتها وليست مرتبطة لا بالمال السياسي ولا باللوبيات من هنا أو هناك. هذه هو معنى الصحافي. لكن أن نحشر مع الصحفيين المذيعين والمنشطين ومنشطين الفن ومنشطين لست أدري ماذا والأطباء ومعناها وأصحاب الرأي ونقول هؤلاء عفنوا قطاع الإعلام، هذا نوع من الهروب إلى الأمام باتجاه الإبقاء على القطاع في مشاكله الرهيبة. هذه نقطة. ماذا عن إعادة إدماج صحفيي النظام السابق حاليا في المشهد الإعلامي ما بعد الثورة؟ صحفيين كنا نعرفوهم ارتباطهم الوثيق بالنظام السابق، كانوا بوق دعاية للنظام السابق، ارتباطهم زيادة بالبوليس الاستخباراتي وما زالوا يمارسوا في المهنة إلى حد الآن. شنو تنجم تقولي في الصدد هذاك، خصوصا أنك ذر الحديث أيضا على ضرورة تقديم لائحة سوداء في الصحفيين هذوما؟
يعني أنت تتحدثين عن إعادة إدماج، أنا أعتقد هذه حقيقة. لا، أنا أعتقد أنهم هم مدمجين بطبيعتهم، يعني هم ما جاوش بعد الثورة وقالوا لنا ها نحن قد استقلنا من المهنة الصحفية ثم أعيدوا لها. هم مكثوا هنالك، بعضهم كان ذكيا بين ظفرين واختبأ لمدة معينة 4 أو 5 أشهر ثم خرج إلينا من جديد. أنا أعتقد أن هذه المسؤولية تتحملها الحكومة بالتحديد، وفي رأيي الخاص تتحملها حركة النهضة في معالجتها لملف الإعلام. كيف ذلك؟ يعني حركة النهضة لم تدرك أن الإعلام مهم في البلاد، وأنه هذا مرتبط بقضية الفساد ومكافحة الفساد. هؤلاء الذين تتحدثين عنهم كانوا فاسدون أو كانوا فاسدين في نظام بن علي، النظام المخلوع، وكانوا جزءا من البوليس السياسي، وكنا نعرفه واحدا واحدا واسما اسما، ونعرف مهماتهم، ولا يمكن لأحد منهم أن يرفع رأسه أمامنا بكامل وضوح. كان يفترض أن تفتح هذه الملفات وأن يحالوا على القضاء، وأن يعني ربما تنشر فيهم أسماء. إيش نوع اللي أخر هذايا؟ اللي أخر هذايا هو رعشة الحكومة أو ارتعاش يدها وخوفها. في البداية ربما قد تكون فكرت في احتوائهم، لكن عملية الاحتواء لم تنجح لأنه الطريقة كانت طريقة غير دقيقة ومش بتلك الصورة تتم، فخسرت هؤلاء بين ظفرين، خسرتهم على مستوى الاحتواء، وبالتالي أصبحوا هم يشعرون بحرية واستفادوا من هذه الحرية، وأصبحوا وراء الثورة المضادة أيضا. أنا جاي لهذا، بل أصبحوا الأيدي أو الذراع التي تريد أو مش تريد، هي فقط عمليا تضرب الترويكا وتضرب الحكم في تونس وتضرب الثورة في نهاية الأمر، كما أسميتها أنت منذ حين أنها الثورة المضادة. أنا أقول هنالك غرفة عمليات الآن في تونس في القطاع الإعلامي يشرف عليه أحد رجال الأعمال، وهو الذي يدير هذه الغرفة. ولذلك عندما تستمعين للإذاعات على سبيل المثال وتنظرين وتشاهدين في التلفزيونات في القنوات التلفزيونية وتقرأين صحفنا ماذا تصدر، يعني عملية سيستماتيك تم بشكل يومي تقريبا، ما يصدر في الصحافة المكتوبة في الصباح في الظهيرة يناقش في الإذاعات، وفي المساء تلقاه في البلاتوات، نفس الخطاب، نفس الاتجاه، نفس التعبيرات، نفس ليزارغومون اللي تستخدم هنا تستخدم هنا وهناك. يعني أنا لا يمكن أن أفهم هنا أنه هذا ربما استنتاجات لصحفيين أو لقنوات أو اجتهاد، لسنا بله إلى هذه الدرجة ونفهم جيدا القطاع الإعلامي. هنالك غرفة عمليات تدير كل هذا المسار الإعلامي، نسميه مسار إعلامي ضد الثورة وضد الانتخابات وضد المسار الانتقالي برمته في تونس، وهذا واضح الآن. يعني الآن لو نحصي الصحف على سبيل المثال المكتوبة، سواء كانت الأسبوعية أو اليومية أو نصف شهرية أو شهرية، ستجدين ربما صحيفتان فقط يعني موالية للسلطة أو قريبة منها، الباقية كلها يعني تنطق بنفس اللغة وبنفس الجمل، بنفس التعبيرات، بنفس الاصطلاحات، بنفس الهموم، بنفس التندونس متاعها في المشهد الإعلامي. لا يمكن هذا ينعكس أيضا، هذا يعني ينسحب أيضا عفوا على الإذاعات وعلى القنوات التلفزيونية. لا يمكن أن أفهم هذا أنه اجتهاد من الصحفيين والصحفيون، هكذا الحرية اقتضت منهم أن يكونوا مصطفين خلف وجهة سياسية معينة أو وجهة حزبية أو وجهة إيديولوجية معينة. هذا وراءه غرفة عمليات، والسلطة تعرف ذلك جيدا، وصاحب غرفة العمليات ما يزال إلى الآن حرا طليقا، ولم تمارس معه السلطة أي إمكانية لتوقيفه رغم كل الخروقات اللي قام بها، ومن ناحية القانونية بالإمكان توقيفه اليوم قبل غدا. وأين هو القضاء في تناول ملفات هؤلاء؟ لا، الحقيقة القضاء لم تقدم إليه هذه الملفات. هنا المشكل، يعني المشكل في حكومة الترويكا أنها لم تقدم هذه الملفات، ربما حرصت على أن تتعاطى معها بشكل من الأشكال، ليست لدي تفاصيل فيه لحد الآن، لكن حاولت أن تتعاطى بها، فشلت ويعني انسحب من تحت يديها، يعني فلتوا من يديها هؤلاء، وأصبحوا الآن يقودون هذه الثورة المضادة. هنالك أموال تضخ بشكل رهيب جداً من أجل أن هذا الإعلام يكون بوجهة معينة، وهنالك يعني خلفية سياسية وخلفية إيديولوجية تتحكم فيه تحكما يعني واضحا ومحكما وفي قبض عليه بشكل واضح، وهنالك كما تفضلتي أنا أسميهم يعني عتات النظام المخلوع، اللي يوم 13 جانفي
عندما كان التونسيون يتقاتلون الشهداء في القصرين وفي تالا وفي سليانة وفي سيدي بوزيد وفي جندوبة وما إلى هنالك، كان هؤلاء على بلاتوات في التلفزيونات وفي الإذاعات يقولون هؤلاء، لا مش فقط يلمعون، يقولون هؤلاء طغمة فاسدة وهؤلاء شرذمة ضالة وهؤلاء جاءون من الجزائر وجاءون من ليبيا وملثمون ويقومون بأعمال لست أدري كذا. هؤلاء هم أنفسهم الذين يقودون الإعلام اليوم ويقدمون له التعليمات كيف يشتغل. للأسف. النقطة أخرى فيما يخص الانقلاب اللي صار على نقابة الصحفيين، لماذا لم تتم إلى الآن عدم محاسبة منفذي الانقلاب على نقابة الصحفيين؟ شنو رأيك في الموضوع هذا؟ هو مرتبط بما كنا نتحدث عنه، هو لوبي كامل يشتغل مع بعض. إذا كنا نتحدث عن هؤلاء الذين كانوا زبانية بن علي وتلامذته وأبواقه، هم أنفسهم اللي كانوا في جمعية الصحفيين جزء منهم، حتى لا نعمم أنه في زملاء شرفاء في المهنة بالقطع وفي زملاء رجال كانوا في المهنة ولم يخضعوا لأي ضغط من الضغوط في المهنة الصحفية متاعنا وواجهوا هذه المواقف، مواقفهم بشجاعة خلال فترة المخلوع. ولكن أيضا الغالبية اللي كانت واضحة أنها كانت مع المخلوع، ولذلك ما نسميش انقلاب، أنا نسميه مسار بين ظفرين، معناها معدل في جمعية الصحفيين وفي نقابة الصحفيين انتهى إلى ذلك. لو تعلمين كيف نشأت نقابة الصحفيين هذه في 2008 ستدركين جيدا أن هذه النقابة إلى الآن عليها الكثير من التساؤلات. هناك غرفة كانت موجودة في حي الغزالة هنا أقدم معلومات، أشرف عليها البوليس السياسي في تلك الفترة للانقلاب على نقابة الصحفيين الأساسية والحقيقية التي تشرفت شخصيا أن أكون يعني مكلفا بال يعني أمين مال فيها، وأنشأت صحبة زملاء أنشأتها يعني مش أنا فقط لكن أنشأناها زملاء كثيرين، في مقدمتهم زميلنا لطفي الحجي، محمود الزوادي، محمد معالي عفوا، أمال البجاوي، بشير واردة وغيرهم، والعبد الله كلنا مع بعضنا، وأنشأنا هذه النقابة في 2005. عندما أنشأنا هذه النقابة في 2005 جماعة 2008 أول من منعونا من العمل ومنعونا من التحرك ومنعونا حتى من إنجاز المؤتمر الأول لهذه النقابة، وكانوا بتعليمات من النظام القائم أنذاك منعونا من كل شيء، ثم انقلبوا تحت عنوان تحول في جمعية الصحفيين من جمعية الصحفيين إلى نقابة الصحفيين. هذا التحول أثمر هذه النقابة التي كما قلت عليها الكثير من التساؤلات اليوم كما يبدو من مواقفها. إذن أستاذ صالح عطية، كانت هذه قراءتك وتقييمك لخصائص المشهد الإعلامي. لكن دعيني قبل أن يعني نقف ربما هذا المحور، خصائص المشهد الإعلامي فيها جانبين اثنين لابد من إضافتهما إن صح القول. الجانب الأول ضرورة إذا شئنا أن ننشئ صحافة مستقلة في بلادنا وتمثل قوة حقيقية وسلطة رابعة حقيقية. ما نشاهده في تقديري ليست سلطة رابعة، هذه كذبة رابعة تتداول في تونس وسنكتشف ذلك لاحقا، لأنه ليست بهذه الصورة نبني إعلاما جديدا. أعتقد أنه في زوز جوانب أساسية. الجانب الأول استقلالية المؤسسات الإعلامية عن كافة أنواع اللوبيات المالية أو ما يسمى بالمال السياسي. هذا جانب أول. إذا لم نحقق هذه المسألة في الإعلام التونسي بالقانون أولا وبخلق تقاليد معناها في القطاع الإعلامي تفرض على الصحفيين أنه قضية المال السياسي بكل الصور مسألة ممنوعة على الصحفي ويشعر أنه ضميره يرفض هذا بصورة مطلقة، الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا لابد من ضمانات للمؤسسات الإعلامية لكي تستمر في الوجود. عندما نلاحظ المشهد الإعلامي بعد الثورة نجد أنه تقريبا 250 إلى 300 صحيفة كانت تتداول في تلك الفترة، الآن ما تبقى منها إلا 20 صحيفة. أين اختفت هذه الصحف جميعها رغم كل الأموال التي ضخت في مال سياسي في مال حزبي في مال لوبيات كانت تريد أن تعيد ترسكل نفسها من جديد إلى آخره، لكن فما إعلام آخر وفما صحف أخرى كانت تريد أن تتموقع في الساحة العالمية بشكل إعلامي وواضح ونقي وجيد ولكن لم تجد الفرصة. هنا يطرح موضوع رئيسي جدا وهو موضوع التوزيع، حتى لنا على الصحافة المكتوبة خاصة، هو توزيع الصحف. قضية توزيع الصحف مسألة مركزية
في استمرار الصحافة المكتوبة اللي هي أم الصحافة وأم الإعلام أحببنا أم كرهنا. صحيح أن المشهد التلفزيوني ربما يسع أكثر يعني يتجانه أكثر الناس بمئات الألاف وبالملايين، ولكن ينطلق أساسا من الصحافة المكتوبة. الصحافة المكتوبة هي تاريخ الشعوب، هي ذاكرة الشعوب أكثر من أي مشهد آخر في التلفزيون أو في الإذاعة. فإذا لم نؤسس الآن في تونس مؤسسات للتوزيع تضمن بعدالة وبطريقة معينة كما هو موجود في الديمقراطيات المعروفة، يعني سنمضي وسنبقي على هذا اللوبي الموجود الآن في الصحافة المكتوبة، لوبي قديم من عهد المخلوع، ولوبي كان يتحكم في الصحافة الحرة، وكان يعني عنده دور رئيسي أنه الصحيفة الحرة، الصحف المعارضة على سبيل المثال، الصحف المستقلة حقيقة اللي كانت في فترة المخلوع، يعني ساهمت شركة التوزيع الموجودة الآن اللي هي تهيمن على البلاد كلها، ساهمت مثلا في أنها تخفي هذه الصحف ولا تعرضها للقارئ التونسي بتعليمات من البوليس السياسي. طبعا كان يفترض محاسبة هذا الرجل على سبيل المثال من بين عوامل يعني عناصر المحاسبة اللي تحدثنا عليها منذ حين. هذا الرجل الآن أصبح أقوى مما كان عليه سابقا. أين الحكومة؟ أين المحاسبة هنا؟ لا وجود. إذا ما نوفروش هذا، لأنه استقلالية المؤسسات وقوتها في استقلاليتها وفي ضمير الصحفيين متاعها، ثم أيضا بتقوية جهاز التوزيع في تونس عبر مؤسسات عديدة تلقى متنفس الصحف، هنا سنبقى في نفس المأزق وندور في نفس الفلك. التراخيص التي أسندت للكثير من المجلات والإذاعات كانت فيما يظهر تخضع إلى مسار سياسي مبرمج وممنهج، فكما حاولت الدكتاتورية السيطرة على المشهد عبر استمالة رؤساء تحرير واصطناع مدراء مؤسسات إعلامية وضخ الأموال وإحداث قنوات خارج الإطار القانوني في تجاوز لمبدأ احتكار الدولة لمشهد السمع البصري حسب قانون الصحافة سيء الذكر، لصناعة إمبراطورية إعلامية وضعت عليها العائلة المالكة يدها للتحكم في الرأي العام وتوجيهه. إلا أن فترة الباجي القايد السبسي أسندت فيها تراخيص لقنوات ووسائل بعينها، ثم تلتها فترة حمادي جبالي وأسندت أيضا فيها تراخيص لقنوات أخرى، ما يعني أن التعاطي مع الإعلام دون شك هو التعاطي سياسي لا غير. فمتى تصبح للإعلاميين سيادتهم على أنفسهم؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أدعوك سيدي كريم إلى متابعة الروبورتاج التالي للزميلتين شيمة الوسلاتي وأميرة مقني، ثم نعود لاستكمال حديثنا. روبورتاج ثم نعود. بالنسبة لنا احنا كمجتمع يكذب من يقول انه هو قادر انه يقيم. اخي انا عشت قبل الحرية الصحفية باش نجم نقيمها. المجتمع التونسي راه موش المانيا او كذا وكذا، ما عادش الحرية 55 سنة ولا 56 سنة بعد الاستقلال ما نعرفوش، ما حد هذه كلمة حرية صحافة ما كناش نسمعوا بها، او اعلام عار او اعلام معاه او اعلام ضد ما كناش نعرفوه. فكيفاش انت تخول لروحك انك تقيم انه الصحافي هذاك باهي او مش باهي؟ ما نجم نقيموا الا ما نعملوا تجربة نتاع 5 سنين كاملين الصحافة محلولة تحترم الشعب وتحترم الدولة التونسية وتحترم العالم التونسي الموحد لكل التونسيين، وتخليهم يخدموا وما يكونش تمويل خارجي بعد احنا تو نتكونوا. فما معناها قضايا رئيسية وفما مشاكل أساسية بالنسبة للصحفيين تواصلوا تقريبا ازدادت الخطورة متاعهم بعد 14 جانفي 2011، منها تهميش الصحفيين الشبان، الوضعيات المهنية والاجتماعية كذلك السيئة معناها زادت تعمقت وزداد السوء متاعها، وشفنا معناها كيفاش يعيش اليوم الصحفي الشاب، معناها نسبة كبيرة منهم ما يعملوش وفق الأطر القانونية الموجودة في البلاد. معناها عملية الاستغلال متاع الصحفيين الشبان زادت. هو بعد الثورة يعني فتحت عدة مؤسسات إعلامية طبعا، لكن المؤسسات المهيمنة هي مؤسسات النظام القديم، لأن لها من الإمكانيات المالية واللوجستية والبشرية مما يجعلها تصمد وتفتك الساحة، وخاصة تفتك التمويلات بالإشهار وغيره، لأن كل المؤسسات الأخرى في المستوى السمعي أو في المستوى البصري أو حتى في الصحافة المكتوبة لم نلحظ أن هناك جريدة في قطيعة مع النظام القديم قد أخذت مساحة.
أو قناة تلفزية خاصة قد أخذت مساحة. كل القنوات هي كانت قنوات يعني دعنا نقول نوفمبرية أو قريبة من الخيار النوفمبري. ما هم الصحفيين اللي قاعدين يتعاملوا مع الاستخبارات خاصة، لأنه اللي يتعامل مع البوليس حاجة واللي يتعامل مع استخبارات حاجة أخرى. اللي يتعامل مع استخبارات هو يولي عميل دولة أجنبية، واللي يتعامل مع البوليس هو يولي معناها عميل للداخلية ولا للطرف اللي يقود جهات في وزارة الداخلية. العميل الاستخبارات هذوما ما همش صحفيين، نعرفوا فيهم ناس اللي ما همش صحفيين، ناس معناها تم اسقاطها على القطاع واعطوهم صفة الصحفي باش يكونوا قادرين انهم يتحركوا. وكنا معناها تكلمنا في عديد المرات على الخطر هذايا، لانه الخطر هذايا ما يهددش الصحافة برك وانما يهدد بلاد كاملة. وهذاك علاش معناها طالبنا بتوضيح المدخل للقطاع. مش معقول ايا كان يجي ولي صحافي من غدوة وهو في نفس الوقت اللي فرضاته في القطاع الارتباطات الخارجية متاعه. طبعا هي ست الربع عندها مفعول، عندها مريها زادة موش كوا شد وخطط واعطي وقلب لا ما هيش الإعلام يكون حر مستقل. إذن بعد هذا الرصد للمشهد الإعلامي التونسي، خلينا نعود لسؤالنا الرئيسي، متى يصبح للإعلاميين معناها سيادتهم على أنفسهم؟ وما هو وضع الإعلام تحت الرقابة في ظل الرقابة السياسية؟ يعني إذا فهمت جيدا السؤال، على الأقل نقول أنه الحديث عن السيادة، سيادة الصحفي على الإعلام تاعه، هو حديث عن سلطة رابعة حقيقة موجودة في تونس. لكن سلطة رابعة ليست يعني مفتوحة على كل الاحتمالات، سلطة رابعة بالقانون وسلطة رابعة بتنظيم الحرية وسلطة رابعة بضمير الصحفيين أيضا. هل هذا متوفر الآن؟ لا أعتقد. ليست هناك قوانين تنظم المهنة الصحفية ولا حتى تساهم في هيكلتها، وهي مشكلة رئيسية. وليس هنالك أيضا ضمير للصحفيين إلى حد الآن. يبدو الأمر متداخلا بين السياسة والإيديولوجيا والحزب والهواجس الشخصية والمال السياسي وما إلى هنالك، ما عدا القليل أيضا ولا نعمم هنا. نأخذ على سبيل المثال التعيينات الأخيرة اللي صايرة والضجة اللي عملتها في البلاد، معناها ثم التعيينات وفق الالتزام السياسي نحسوها، معناها ولات الصحفيين يتحطوا معناها سلون التحزب والالتزام السياسي. إذا ثبت، لا أنا ليس لدي معلومات بهذا الدقة يعني بصراحة وبهذا التفصيل، لكن أقول من الناحية المبدئية أعتقد أنه أي محاولة لتحزيب الإعلام والمؤسسات الإعلامية لن تكون إلا محاولة فاشلة. بقي السؤال المطروح، هل الزملاء الذين تم وضعهم على رأس المؤسسات الإعلامية خاصة في الإذاعات الجهوية هم متحزبون؟ هذا سؤال مطروح، وينبغي أن نتأكد من هذه المعلومة، لأنه لا يمكن أن نناقش هكذا بإطلاق كل تعيين تثار حوله ضجة وهذا عينته السلطة التنفيذية. طبيعي أن تعين السلطة التنفيذية، ربما ما ينقص هذا التعيين أن لم تكن بشراكة مع الأطراف المعنية مثل نقابة الصحفيين أو مثل الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري، قد يكون ذلك. ولكن في نهاية الأمر كل السلطة التنفيذية في العالم هي التي تعين بشكل ما وبطريقة معينة المسؤولين على المؤسسات الإعلامية التي تسمى مؤسسات عمومية والبعض يسميها مؤسسات حكومية. أعتقد أنه يلزمنا ساعد نوفر المعلومة، هل هذا متحزب؟ وننظر في هذه الأسماء، هل ما يقال حول هؤلاء الزملاء، وينبغي نحترم زملائنا أيضا، هم زملاء في نهاية الأمر حتى وإن كانوا متحزبين. أنا عندي وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع لو تسمحي أن أدلي بها، هو أنا لا يقلقني أن يكون هذا التلفزيون أو هذه الإذاعة أو هذه الجريدة تابعة لحزب من الأحزاب، هذا لا يقلقني شخصيا. وهنالك مؤسسات إعلامية في الغرب تابعة لأحزاب، هنالك مؤسسات إعلامية في ألمانيا مثلا تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا. المشكل مش هذا، المشكل هل هذه الصحافة أو هذا الإعلام أو هذه الإذاعة أو التلفزيون يمارس المهنة الصحفية، مستقل في مهنته الصحفية، يؤدي خدمات للرأي العام في تونس؟ هذا هو السؤال المطروح. البي بي سي أيضا، البي بي سي ليست مثلا مؤسسة إعلامية مستقلة عن الدولة، هي مؤسسة الدولة البريطانية، ولكنها أيضا تقوم بخدمات
للرأي العام في بريطانيا، تقوم بخدمات حتى للحكومة. أخيرا منذ 4 أشهر تقريبا أقيل المدير العام لهذه المؤسسة بسبب خبر يخص رئيس الوزراء لم يبثه أو لم ينشره في البي بي سي، يعني عقب على هذا الخبر لأنه هذه المؤسسة انتخب رئيس الوزراء على رأس الحزب نتاعو ببرنامج عمل من قبل الناخبين البريطانيين، وبالتالي كان يفترض على هذا الرئيس على مدير المؤسسة أن يعني يبث نشاط رئيس الوزراء باعتباره منتخب من الناخبين البريطانيين، وبالتالي يعني هذه المؤسسة مش لخدمة رئيس الوزراء إنما لخدمة الرأي العام الذي انتخبها بالذات. فعندما رفض أو ربما لم يجتهد بشكل جيد في نشر أخبار رئيس الوزراء كانت مهمة أقيل من مهامه. يعني هذا خلينا ننسب شوية قضية السيادة، سيادة الإعلام وسيادة، ليست هنالك سيادة مطلقة للصحفيين أو للصحافة في المطلق في العالم، هنالك حدود، هنالك ضوابط، هنالك حرية منظمة، نقول حرية منظمة، وهذه الحرية المنظمة ينبغي أن ينخرط فيها الصحفيون وينبغي أن ينخرط فيها أيضا ضمير الصحفيين. بدون ضمير صحفيين، بدون قوانين، بدون حرية منظمة، بدون جلوس كل الأطراف على طاولة واحدة لمناقشة وضع الإعلام في تونس وكيف ننظمه، سنبقى نتحدث عن هذه السيادة هكذا بشكل ضبابي، وعن الحرية بشكل ضبابي، وعن هيكلة القطاع وتنظيم القطاع حتى بشكل ضبابي أيضا. ماذا عن تكوين معهد الصحافة وتكوين الصحفيين الحاليين الموجودين على الساحة الإعلامية؟ وماذا أيضا عن تأثير منظومة اللي أسسها عبد الوهاب عبد الله منذ سنوات؟ شنو ترى في هذا الكل؟ كيفاش ترى تقييمك للتكوين الصحفي لأغلب صحفيين اليوم؟ يعني بكل وضوح مع الصحافة وعلوم الإخبار، مع احترامنا لزملائنا المتخرجين من هناك، لكن لما نضعهم في مؤسسات إعلامية تونسية خاصة نجد فيهم صعوبات كثيرة وعوائق كثيرة، عوائق مهنية، عوائق لغوية، عوائق في اللغة، في التركيب، في المهنة، في كثير من التفاصيل حقيقة. وربما هم معذورون ربما لا، لكن بالتأكيد التكوين في معهد الصحافة يحتاج إلى مراجعة جذرية، يحتاج إلى إعادة هيكلة جديدة، يحتاج إلى ضخ دماء جديدة من خارج هذا المعهد. هنالك شيء متكلس داخل المعهد ينتج شبه فراخ بين ظفرين، طبعا مقصود صحفيين، نقصد في مستوى المنهجية وفي مستوى التكوين مش كصحفيين، لكن أيضا في معهد الصحافة هنالك أجيال أخرى خرجت من هذا المعهد وهي موجودة الآن في قنوات تلفزيونية عالمية أيضا، لا يمكن أن ننسى هذا. فأنا أعتقد أنه مع التكوين ثم جانب ذاتي يخص الصحافي. الصحفيون في بلادنا في تونس بنسبة 70% وإن شاء الله نكون من بلغش، لا يقرؤون، لا يطالعون، لا يبذلون جهدا ذاتيا من أجل التطوير ومن أجل تطوير معرفتهم الصحفية والمهنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. يعني أنا أعجب أنه في قسم الأخبار لدينا في قناة المتوسط على سبيل المثال، وأعتقد أن هذا يتكرر كثيرا في عديد القنوات، الصحفيون لا يقرؤون الصحف اليومية اللي هي المادة الأساسية لانطلاق العمل في تقارير تلفزيونية وغيرها. كيف يمكن لصحفي أنه ما يقرأش صحافة بلاده اليومية أن ينطلق لكي ينشئ تقارير صحفية أو يعقد ربما حوارات صحفية مع مسؤولين أو يسأل ويأخذ تصريحات من مسؤولين وهو غير محين ولا يدرك بعض التفاصيل وبعض المعلومات وغير عارف حتى بتركيبة المشهد السياسي بتقلباته بالميكانيزمات التي تتحكم فيه؟ هذا لا يعقل، وهذا ليس ذنب معهد الصحافة في حقيقة الأمر، هو ذنب الصحفي ينبغي أن يقوم بهذا الدور. ربما ذنب معهد الصحافة أنه لم يحفزهم للمطالعة، لم يربط التكوين بالمطالعة، لكن هنالك صحفيين حاولوا وجربوا واجتهدوا واليوم هما رقم واحد في عديد القنوات التلفزيونية وحتى الإذاعات. وعندنا برشا صحفيين اللي تميزوا خارج الوطن. هذا اللي يقول لك فيه، نعم، في الجزيرة، في البي بي سي، في فرانس 24، في غيرها من المؤسسات والقنوات التلفزيونية وحتى الإذاعات الدولية أيضا. أنا زرت إذاعة بديان في المغرب وجدت فيها تونسيين، زرت إذاعات أخرى في أوروبا وجدت فيها تونسيين. يعني لا يمكن أن نعمم، خلل هنالك، خلل موجود داخل معهد الصحافة يقتضي هذا التكوين أن يستعاد بطريقة أخرى. مثلا أنا أذكر مثال مهم جدا،
الآن أستاذ مهم للغاية في تقديري وعلى درجة كبيرة من المهنية ودرجة كبيرة من العلم والمعرفة، السيد صادق الحمامي في معهد الصحافة. هذا رجل عبقري نعتقد، لم نسمع به في تونس، خرج لقناة العربية ولقناة الجزيرة وأجرى مجموعة ندوات عرفه العالم بمقاربة صحفية ومهنية وأخلاقية وسياسية من الطراز العالي جدا. أصبح يعتبر من بين الآن المهندسين للإعلام الجديد والإعلام البديل. لماذا هذا لم يخرج في الفترات السابقة؟ أيضا هنا نجيب للسؤال الثاني بتاعك، السيستام. السيستام أيضا يخلق الصحفيين، لم يكن في خلد بن علي أن يخلق صحفيين، هذا بالتأكيد لم يكن يدور في خلد النظام السابق خلق أو إنشاء مؤسسات إعلامية مستقلة تنشأ صحفيين مستقلين وخبراء ومهنيين في مهنتهم عفوا، وقادرين على إنتاج مادة صحفية تليق بتونس وتليق بالمشهد الإعلامي وتليق بالصحفيين والمشهد السياسي التونسي وحتى بالحكومة ذاتها. لأنه في نهاية الأمر لما أنت تنشأ معناها سيستام إعلامي أو نظام إعلامي متخلف، أنت لا تقول الصحافة متخلفة فقط، أنت تقول الحكومة متخلفة، قوانين البلاد متخلفة، سياسة البلاد متخلفة، المشهد السياسي متخلف، النخبة التونسية متخلفة. فهو سيستام، السيستام كان يهدف بالأساس إلى خلق كانتونات متخلفة في القضاء، في النخبة الفكرية والثقافية والسياسية والإعلامية. هذا هجس نظام كامل، الحمد لله النظام هذا سقط، وعلى الأقل رموزه الكبيرة الفاعلة سقطت. الآن على النظام الجديد الموجود الآن أو الذي ستفرزه الانتخابات القادمة أن يسعى إلى تأسيس نظام بأتم معنى الكلمة سياسي جديد بما يعني ذلك من نظام إعلامي داخل هذا النظام السياسي. خلينا نقدمه بالحوار أستاذ صالح عطية، ماذا عن ظهور أسماء لصحفيين على قائمة الاغتيالات مؤخرا؟ يعني التجاذبات السياسية والإيديولوجية بلغت مداها في المرحلة الأخيرة وساهمت بقسط كبير في تقسيم المجتمع التونسي إلى يعني إسلاميين وغير إسلاميين، إيمان وكفر وما إلى هنالك. وطبعا لدينا بعض الحراك الديني في بلادنا بعد الثورة، خاصة ما يسمى بالسلفيين، لديهم نظرة نصية للقرآن الكريم وللمسألة الدينية بشكل عام، ويعتبرون أي مساسة أو أي اجتهاد أو أي محاولة لفهم أو التفكير في النص الديني أو بتعبيرات معينة هو مساس من الدين، وبالتالي يلحقون هؤلاء ويصطفونهم ضمن حلقة الكفر وحلقة الإلحاد وحلقة ما إلى هنالك. صحيح أنه فما أيضا تجاوزات من قبل صحفيين ما سميته منذ حين بالانفلات الإعلامي، هنالك انفلات من النخبة السياسية، انفلات من النخبة الثقافية، انفلات من الإعلاميين، هذا سبب في احتقان لدى ما يعرف بالسلفيين، وأطلقت طبعا نحن نعرف الآن القوائم هذه فيها سياسيين وفيها إعلاميين ويقف وراءها السلفيون أو ما يسمى بالإرهاب في تونس. ثم نقطة هامة كنت ذكرتها قبيلة، ضخ المال السياسي في القنوات التلفزية. احنا شهدنا زاد مؤخرا تم ضخ مال سياسي في إحدى القنوات التلفزية الخاصة اللي على أثرها تغير الخط التحريري للقناة هذه، صارت العديد من الاستقالات. هناك أيضا ظهور السيد راشد الغنوشي على قناة نسمة الخاصة. كل هذه التغييرات، أيضا استقالة الزميل سفيان بن فرحات، تغييرات إقالة الزميل سفيان بن فرحات. قبل ما نستمع الإجابة متاعك، خلينا قمنا باستجواب الزميل سفيان بن فرحات، نستمع لي ثم نعود لك. قرر الصحفي سفيان بن فرحات الدخول في إضراب جوع بمقر إذاعة شمس اف ام على إثر إقالته أو طرده التعسفي حسب تعبيره. هو طرد تعسفي لي أنا متعلق مدير شمس اف ام فتح البخولي، وسي فتح البخولي لما طردني بطريقة تعسفية دخلت أنا في إضراب جوع حتى رجوع إلى سلف عملي. أنا شخصيا تعرضت إلى مضايقات من طرف مدير شمس اف ام في برنامج الماتينال، يحب ولي يدخل هو ويحدد أشكونهم اللي يجيوا كضيوف، ويحب كذلك يدخل في محتوى حتى يقولوا الضيوف، وعمل هذا ياسر مرات. وأكثر من هذا معناها سمح لنفسه بش وقت تم الاعتداء علي أنا وتهديدي وزملائي من طرف سي حمد عضو مسؤول حركة النهضة، كنا ننتظر من المدير باش يحاكمه ولا يقوم قضية ولا غيره، يا أخي ولا طردني أنا. وفي نفس الوقت حب
يدخل في محتوى حدث باش يقولوا الضيوف. هذا وقد تم التأكيد على أن وضع الإعلام في تونس اليوم مهدد نظرا لوجود بعض الأشخاص الذين يسعون جاهدين لكتم الأفواه وتقييد الحريات. أنا عندي إضراب جوع وما طلبوني نرجع للميسيون بتاعي اللي هي الماتينال المعروفة في تونس محبوبة يتبعوا فيها ياسر عبيد، نطلب باش نرجع للميسيون بتاعي لغاية المطن أول، وأنه ثم التفاف أنا نعتبر من جديد على الصحافة وحرية الإعلام في المدة الأخيرة في تونس على خلفية موقع في مصر. عنا صحفيين في الحبوسات، عنا صحفيين مهددين بالقتل، عنا صحفيين حاكموا فيهم بفصول إحالة توصل حتى الإعدام وغيره، وعنا كذلك مساومات تقع في الخفاء وصفقات تغزل في بيوت مظلمة. ثم كذلك ثم صحفيين اللي توا قاعدين يساوموا فيهم ويبيعوا ويشريوا، ثم صحفيين يضغطوا عليهم ماديا وصحفيين يضغطوا على عروفاتهم. هل أن سبب إقالة سفيان بن فرحات يعود لأسباب تأديبية فقط حسب ما صرح به مدير إذاعة شمس أف أم، أم أن هناك أسبابا خفية لا يريد كلا الطرفين التصريح بها؟ إذن هذا هو الاستجواب الذي قامت به الزميلة شيماء الوسلاتي للزميل الإعلامي فرح سفيان بن فرحات. ما تعقيبكم على ذلك أستاذ صالح عطية؟ يعني بالتأكيد أنا كصحفي لا يمكن إلا أني أتضامن مع الزميل سفيان بن فرحات في هذه بين ظفرين المحنة التي يقضيها، لكن هنالك أسئلة كثيرة الحقيقة. كيف تمت استقالته من قلة نسمة؟ هو الزميل حمزة البلومي. إلى حد الآن لا نملك معطيات كافية عن هذه الاستقالة وعن أسبابها وعن دوافعها، وهنالك أقوال متضاربة بهذا الشأن، ما تقوله الإدارة وبعض الصحفيين داخل القناة غير ما يقوله سفيان وحمزة. أيضا إقالته من شمس أف أم تثير الكثير من التساؤلات، لماذا الآن؟ ما هي أسبابها؟ لكن أيضا لا ينبغي أن نغالط الرأي العام، نقول سفيان صديقي وزميلي يعرفني جيدا أحبه واحترمه، نقول له يعني لا يليق بك أن نغالط الرأي العام، أنت لا يمكن أن تطرد تعسفيا من شمس فام لأنك لست يعني صحفي قار داخل شمس فام باعتباره هو رئيس تحليل في صحيفة لابريس الحكومية المعروفة يعني باللغة الفرنسية، ورئيس تحرير وكادر مهم فيها، بل هو موجود حتى في لجنة معناها تعمل في اللجنة للرفليكسيون داخل المؤسسة هذه لابريس، ولذلك هو مهنته الأساسية في دار لابريس، لا يمكن أن يكون عنده طرد تعسفي. قد يكون سوء تفاهم حصل بينه وبين الإدارة العامة لشمس فام. أنا أعتقد أنه عوضا أن نجيش الناس على كلام من هذا القبيل وطرد وإضراب وما إلى هنالك يعني ونبدأ نتهم في السلطة التنفيذية والأطراف الدرجنو وتدجين الإعلام وكذا، أصبحت هذه يعني استوانة مشروخة. في كل مرة يحصل شيء لصحفي مع مؤسسة إعلامية نجد الاستوانة، هذا تدجين ومحاولة تدجين الإعلام والسيطرة على الإعلام وهاني ما هيمنة على الإعلام. أنا لا أعتقد أن الصورة بهذه الوضعية. ما أقوله الآن لابد من وساطة بين الزميل سفيان بن فرحات وإدارة شمس أف أم للبحث عن مخرج لهذا الموضوع. كان يفترض حقيقة لنقابة الصحفيين أن تقوم بهذا الدور، كان يفترض الهيئة العليا هذه التي تسمى للتعديل السمعي البصري اللي يشرف عليها السيد نوري اللجمي أن تقوم بدور الوساطة هذه قبل أي عملية تجيش بهذه الطريقة، يعني تصبح قضية حقوقية وقضية حريات. ما قاله سفيان بن فرحات في نسمة أو في شمس فام طيلة عامين كاملين منذ الانتخابات إلى الآن، لا أعتقد أن سفيان كان يحلم هو نفسه بأن يقوله في تونس وفي مؤسسات إعلامية تونسية. فلا نبالغ بهذه الصورة، أعتقد أن المشهد مشهد بهذه الصورة اللي قاعد تقدم الآن. نسبوا الأمور شوية ونحيوا من درجات الاحتقال هذه، ما تفيدش القطاع الإعلامي في تقديري، وتقدم صورة سيئة عليه دائما وأبدا وكأنه في حرب متواصلة. الحرب الحقيقية هي كيف نستعيد حريتنا بتنظم، كيف نقدم المهنة، كيف ننظم المهنة ونعيد هيكلتها، وكيف نكون مستقلين كما قلت منذ حين ونتمتع باستقلاليتنا الذاتية بضميرنا الصحفي بعيدا عن أي ممارسات وأي ضغوط. لننتقل المحور مهم اللي هو الحديث عن ميثاق وأخلاقية المهنة، لكن قبل هذايا لاحظنا أنه ثم وقع تصنيف المشهد الإعلامي التونسي إلى قنوات مثلا مؤسسات تابعة للحكومة، مؤسسات طبعا
النهضة، مؤسسات تابعة الباجي قايد السبسي، مؤسسات تابعة لرجال أعمال، وما بين قوسين ثم مؤسسات مربوطة وعندها ارتباط برجال أعمال فاسدين. شنو منظورك أنت للانقسام اللي صاير وللتصنيف هذا اللي صاير كإعلامي وكانتسابك بحكم انتسابك لمؤسسة إعلامية خاصة؟ خاصة ومتهمة أيضا كما هي متهمة القلم الآن بأنها من تابع لحزب فلاني وتابع الحكومة وكذا. أنا أعتقد مرة أخرى أن هذا التصنيف مغلوط ويغالط في رأي العام. التصنيف الحقيقي اللي يجب نصنفوه هذا مهني أو غير مهني. أن تكون تابعا يعني برلسكوني في إيطاليا يملك عشرات القنوات ويملك عديد الصحف والمجلات ويهيمن على الساحة الإعلامية في إيطاليا، بل يهيمن على الساحة السياسية، أحيانا انتخابات يقلبها ويعمل انتخابات مبكرة بالإعلام اللي عنده. لكن المشكلة عندما تشوف الإعلام متاع برلسكوني والإعلام في إيطاليا تشعر أنه إعلام مهني، موش إعلام يخدم لزيد ولا عمر. بالمهنية يطيح بحكومة، بالمهنية يعمل انتخابات مبكرة، بالمهنية يطعن في وزير ويزيل وزير من مهمته وينشئ حقيبة وزارية وما إلى هنالك. يعني أنا اعتقدت أنه معيار الحكم على المؤسسات الإعلامية القلم أو المتوسط أو التينان أو الزيتونة نفسها أو غيرها أو الإنسان هذه الجديدة هو معيار مهني. ماذا تبث هذه القنوات؟ ما درجة مهنيتها؟ ما درجة استقلاليتها؟ وبالتالي ما درجة علاقتها بهذا الحزب أو ذاك وبهذا الطرف السياسي أو ذاك؟ ثم على نفس الدرجة أيضا، هل القنوات الأخرى هي محايدة ومستقلة؟ أنا إذا شئت أن أذكر الأسماء، هل نسمة مستقلة؟ هل حنا باع المستقلة؟ هل يعني الأسماء الأخرى الحوار التونسي مستقلة؟ التونسية مستقلة؟ لا أعتقد ذلك. كلها تدار بأيادي خفية من وراها، وراها لوبيات مالية يعني كبيرة وضخمة، نقولوا نحن فم كبير وراها، ووراها ناس تريد أن تلعب دور سياسي في البلاد. وأصبحت هذه القنوات التلفزيونية قنوات عندها خطاب سياسوي أقول وليس سياسيا، لأنه مطلوب المؤسسة الإعلامية تكون عندها خطاب سياسي. ما نغلطوش الشعب التونسي وما نغلطوش الرأي العام أن نقولوا الإعلام ما يزموش يدخل في السياسة، ما فيش يدخل، هو الإعلام سياسة بالضرورة. لكن المشكلة أن كيف تكون سياسيا ولا تكون سياسويا، بمعنى منتمي إلى مقولات سياسية، إلى أفكار سياسية، إلى مواقف سياسية، إلى مواقف حزبية. لا، هذا غير مطروح على الإعلام، وكل من يذهب في هذا الاتجاه هو خاسر أولا، وسنرفضه كإعلاميين وسنجابيه ويعني وسنتابعه ومنخليهش. أنا أقول القلم اليوم كقناة فتية مثلا وأنا فيها الآن وتشرف أن أكون فيها وأشكركم على هذه الاستضافة أيضا، نقول أنه نخليها تخدم ونحكم عليها بالمادة اللي قاعد تقدم فيها، هل هي متحزب حزب النهضة ولا لا، مادتها تقول ذلك. المتوسط أيضا، لماذا نخشى من الإعلام قبل ما يبدأ يخدم؟ نخليه يخدم وبعد نحكم عليه. وكي نحبوا نحكموا على الإعلام هذا والإعلام الآخر مثالش معناها يخدم بالطريقة ذيك مهنية ذاك الإعلام الآخر، هو يجيش في شعب كامل بالمغالطة وبالكذب وبالبهتان وبالثلب وبالتحريض وبصنع الفتنة وكذا، شو نقولوا عليه الإعلام هذا؟ ما هوش مهني. نحن نشوفه في منشطين ماخذين مواقف ويجيوا الصف المحلل السياسي ضد الضيف متاعهم اللي هما عندهم موقف منه بغض النظر على هذا الضيف لشكون ينتمي. شايفين الوضع قدامنا، فما نغلطوش رأي العام، رأي العام فاهم الطرح مليح ونحن فاهمين الطرح. وأنا أقول الخطير في هذا أختي العزيزة أنه معنى حبل الكذب قصير كما يقول مثل التونسي من ناحية، ومن ناحية ثانية راهو المشهد السياسي والإعلامي التونسي قاعد يتقلب ويتنقل، لكن قاعد ينتقل إلى مرحلة أهم، وهنا باش تتفرز الوضعية ولن يبقى إلا الصحيح ويبقى في الواد كان حجره. كل هذه المغالطات باش تكشف لو في يوم ما، مش بتبقى كيما هكا، وهذه اللوبيات باش تتكشف ايضا في يوم ما، كشفتها حركه النهضه وحكومه الترويكا ام لا، سياتي من يكشف. وهذا دور الاعلام وخاصه صحافه طبعاً. الاستقصاء اللي احنا معناها قاعدين نشوفوا اللي هي ماشيه بدات ماشيه بخطى حثيثه ان شاء الله في تونس يا ربي، وان شاء الله يكون بالحق كما قلت انت المهنيه هي المعيار الوحيد بالضبط لتصنيف المؤسسات الاعلاميه في تونس. نعم. إذن السلطة الرابعة وما لها من دور في بناء الدول الديمقراطية، أين يتدخل الإعلام ليغير مسار المجتمع السياسي والمدني ويحدد وجهة الرأي العام ويكشف المستور؟ كل ذلك في إطار احترام الحقوق الشخصية وعدم هتك الأعراض والابتعاد عن الإثارة
المفتعلة والمملة وافتعال الأزمات، لكن في فترة ما بعد الثورة لاحظنا قدرا كبيرا من الانفلات والتخبط على مستوى الممارسة والأخلاقية المهنية، مما أدى إلى العديد من الإخلالات والنقائص. خلينا نشوف الروبرتاج اللي قامت به زميلتين أميرة مقني وشيمة الوسلاتي في الخصوص، من بعد نرجع. صحفي مبادئ إذا ضاع معناها تخلينا على المبادئ هذيك يولي عبارة واحد يصور في عرس ما يهميش ما يفهم منه شيء، أعطيه يصور بركة وبعد يعطيهم الكاسات، هذا هو عقاب. غالبية من يرتكب هذه الأخطاء إما أن يكون صحفيا مبتدئا وليست له تجربة في العمل الصحفي، أو بعض الدخلاء على المهنة. برشا حاجات تسمحهم وما تعرفش معناها اسكو صحاح اسكو غالطين. معناها نورمالمون لازم تصير حاجه اللي وقت اللي يبدا ثم حاجه صحيحه يبثوها صحيحه، لا الصحيح ماهوش قاعدين يبثوا فيه. علاش نجبدوا على قنوات خارجيه باش نشوفوا الاخبار الصحيحه؟ ماذا بينا نسمو الاخبار من قنواتنا والعالم كله يولي يتفرج على قنواتنا على خاطر يعرف اللي فيها لو سيريو. اهم الاخطاء التي يمكن الإشارة إليها يقترفها الصحفيون، بعض الصحفيين هم السباق أو التسابق من أجل السبق الصحفي، فما يتمش الالتزام من أجل السبق الصحفي، ما يتمش الالتزام في أغلب الأحيان بأخلاقيات العمل الصحفي وبالمهنية، أو كذلك معناها من بعض الأخطاء التي تذكر بصفة خاصة في المدة الأخيرة هي عدم جمع التثبت من بعض الأخبار والاقتصار على طرف دون ذكر الطرف الآخر في مسألة معينة أو في قضية معينة. والله المفروض أن الصحفي مهما أخطأ لا يعاق. أنا المفروض أن الصحفي مهما ارتكب من أخطاء يبقى أولا تقييم كل شيء يبقى نسبي. اثنين الصحفي سبحان الله معناه هو قد يخطئ بشرط أن لا يكون على نوايا سيئة، على حسن نية قد يخطئ، لكن إذا كان هو يتعمد الخطأ كما كنا نحكيه بكري شوية خدمة لطرف سياسي معين أو الكذا، هنا تولي الحكاية معناها فما خلفية معينة انطلق منها وبالتالي يتحمل مسؤولية. فمش عقاب في العمل الصحفي، فما توجيه وفما لفت نظر، فما تنبيه فما لفت نظر بطريقة أو بأخرى. في البداية نحن نتواصل مع الصحفي نعلمه أنه ارتكب خطأ، مثلا في المدة الأخيرة حين تم تمرير بعض الأطفال معناه في قضايا تتعلق بالاغتصاب، نقول للصحفي إن كان لا يعلم فإنه هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويتنافى مع مجلة الصحافة ويتنافى مع حقوق الطفل، ولذلك لابد من الاتعاظ ولابد من نلفت نظره إلى هذا الخطأ. إذا كرر الصحفي نفس الخطأ فإننا النقابة لا تسلط عقوبات، ولكن تدرب تحسس تسعى إلى توعية الصحفيين. إذا كان الصحفي كرر أكثر من مرة هذا الخطأ فإنه يتم سحب انخراط الصحفي من نقابة الصحفيين، وهذا السحب حسب الخطأ المرتكب من الصحفي أو حسب التجاوز للمهنية ولأخلاقية المهنة يكون لسنة أو لسنتين أو أكثر من سنتين، فإنه هذا حسب الخطأ المرتكب. حمل مسؤوليات وأنه فما هيئة مستقلة عليا مفروض أنه فما مرسيم مفروض أنها تفعل اليوم، والصحفي عندما يخطئ يتحمل مسؤوليات كاملة والهيئة هي اللي تسلط عليها العقوبة اللي تشوفها مناسبة. وفي الحالة هذه معناها ما تنجمش معناها ما يصيرش حتى ربما شبهات أو ضغوطات من جهة من أخرى، أو نقولوا أن الصحفي هذاك خذ عقوبة بالسجن على خاطر في حين أنه صحفي زميله آخر معناه ما تخلصش نفس العقوبة، فخلوا ثم هيئة معينة أو هيكل معين هو اللي يعتني بالمسائل هذه، والصحفي عندما يخطأ لابد أن يحاسب. إذن كان هذا التقييم، تقييم بعض الإعلاميين لمدى التزام الإعلاميين التونسيين بأخلاقية المهنة. أستاذ صلاح، ما هو تقييمكم لهذا الالتزام، التزام الصحفيين بأخلاقية المهنة، وهل هناك معيار، ما هي المعايير للالتزام بهذه الأخلاقيات؟
يعني أخلاقية المعنى لم تدخل في تقليد صحفينا التونسيين حقيقة، يعني ما عناش التزام بهذا تاريخيا ما يعني كلمة أخلاقية المهنة نتحدث عليها لكن عمليا ما نمارسوهاش. وزادت الوضعية في العهد القديم العهد المخلوع زادت أكثر تعكرا، لأنه ماكش في حاجة لأخلاقية المهنة في تلك الفترة حتى تكتب بطريقة ما، أنت مطالب تكتب في اتجاه معين أو في اتجاه آخر، وأن تكون مستقلا هنا القضية الرئيسية وهنا المعضلة اللي عاشوها بعض الإعلاميين في تلك الفترة. لكن الأخلاقيات كأخلاقيات كمعايير لتحديد وضبط المهنة الصحفية وحطان الناس في سكة، حطان الصحفيين في سكة واحدة تجمع الجميع يمشيوا عليها، يعني أعتقد أنه معناش في تونس هذا، ولم تشتغل عليه نقابة صحفيين كثيرا وحتى وزارات الإعلام سابقا. طبعا مش مطالب وزارة الإعلام مش تعمل خلاقية المهنة، يعني هي بدأت تظهر في 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 خلاقية المهنة. اليوم مطالبين بالعكس تماما. أنا لا أتفق مع رأي اللي يقول الصحفيون المبتدئون هم الذين يسقطون في خلاقية المهنة، وغير دقيق وغير صحيح الكلام هذا، لأنه لما نقرأ مقالات صحفيين اليوم عندهم 20 سنة 15 سنة في المهنة الصحفية نجد ضربا حتى لأخلاقية المهنة، ضربا للضمير الصحفي، معناها قلبا للحقائق والمعطيات. هذا شو يسميه؟ اتجاه سياسي داخل الجريدة، ماذا نسمي هذا؟ أليس ضربا لخلاقية المهنة؟ ليس من حق الصحفي أن يكتب مقالا خبريا أتحدث هنا وهو معناها غير يعني وهو من وجهة سياسية أو من وجهة حزبية، عليه أن يفصح هذا في موقف وفي رأي محدد، يقول هذا رأي، هذا موقف، هذه بطاقة خاصة بي أنا فيها أدلي برأي وفقا لخط الجريدة اللي سمحت له الجريدة بذلك. لكن ما نلاحظه الآن اختلاط المقالات الخبرية اللي هي يفترض أن تكون نقلا لأخبار أو نقلا لمعطيات أو مؤتمر صحفي، يعني تصوري على سبيل المثال مؤتمر صحفي، على الصحفي أن ينقل ما دار في المؤتمر الصحفي، يتحول المؤتمر الصحفي إلى محاكمة لهذا المؤتمر، وموقف الصحفي تحط في آخر، هذه أخلاقية مهنة تمثل. كيفاش يمكن أن معناها نحاسبوا الإعلامي على أخطائه؟ هل يعاقب قانونيا؟ هل ثمة قانون معناها يضبط معناها كيفية العقاب؟ كيفاش يمكن نعالجوا؟ حسب ما سمعت نقيبة الصحفيين الآن هي لا تريد للصحفي أن يعاقب، وأنا أستغرب من هذا، يعني الصحفي ليس فوق الجميع، القاضي يعاقب، المحامي يعاقب، رجل السياسة يعاقب بالانتخابات، يعني أي طرف طبيب يعاقب من طرف نقابة الأطباء، متاع المهندس يعاقب عندما يضع معنى أرشيتكتور متاع بناية ماهيش بطريقة جيدة وعلمية، كيف لا يعاقب الصحفي؟ ينبغي أن يعاقب، ربما هذا من المداخل الأساسية لضرب أخلاقية المهنة عندما تحدث عن عدم معاقبة الصحفي. كيف نعاقب الصحفي؟ هذا على الصحفيين أن يجلسوا معا ويحددوا ميثاقا للأخلاق الصحفية، ميثاقا للشرف المهني، غير الميثاق الموجود على بطاقة الصحفي اليوم، لأنه ميثاق قديم ويعود إلى فترة جمعية الصحفيين التونسيين عندما كانت جمعية في شكل ودادية. الآن هي نقابة، نحن عنا نقابة صحفيين، ونقابة صحفي يفترض أن تعمل ميثاق شرف جديد يجلس أهل المهنة الكل ويحددوه بضوابط مع القضاة، مع المحامين، مع الأهل، مع الفاعلين في المجال الإعلامي. ترك المجال للمهنة الصحفية بكافة مكوناتها تلفزيونية إذاعية أو صحافة مكتوبة هكذا بدون ضبط أخلاقية المهنة سيجعلنا ندخل في مطبات أخرى ونغرق الصحافة التونسية في أزمة ثقة اللي تحدثوا عليها بعض المواطنين موضوعين. إذن هل توجد محظورات في التعامل في العمل الصحفي؟ يعني أنا أعتقد أنه في العمل الصحفي هنالك محظورات، لكن هنالك كلمة كانت تقال دائما في عهد المخلوع وفي الدول الاستبدادية عموما، قضية المصلحة العليا للوطن، كانت هذه تتخذ ذريعة لمنع أي شيء. نجم تجي نكتب على سياحة على فندق يعني ربما مكسر وما يتلاش بالسواح، تقول لي هذا يمس المصلحة العامة، طالما أنه سياحة ربع الميزانية التونسية وربع المداخيل التونسية من السياحة. قد أتعاطى وتعطيت في وقت من الأوقات بعض الحفر، حتى الحفر في الطريق العام، وقلنا مثلا أنه هذه فيه مسؤولية البلديات، لا، أنت تمس في النظام العام وأنت كذا، إذا دخلت في المصلحة العليا للوطن. عندما تتحدث عن بوليس يتخبى ولا شجرة باش يراقب اللي يتجاوزوا في الأضواء وكذا، يقال لك أنه هذا مس من الأمن والمؤسسة الأمنية فوق الجميع وكذا، يعني فما كلمة المصلحة العليا. لكن مع ذلك أنا أقول أنه، ولذلك تحدثت منذ البداية عن تنظيم الحريات في المجال الإعلامي خاصة، المصلحة العليا للوطن قضية جوهرية أيضا. لا يمكن اليوم أن نتعاطى مثلا مع المؤسسة العسكرية التونسية في هذه الظرفية الدقيقة في تونس هكذا بإطلاق وبكتابات انطباعية،
الحديث عن المؤسسة العسكرية في واشنطن بوست أو في نيويورك تايمز في أمريكا أو في في في, في لوباري ولا في في لوموند يتم بحيثيات وبوقائع وبمعلومات، ويتم بتحليل ويستدعى العسكريون لتحليل بعض المعلومات والمواقف. لكن أن يتبرع صحفي أو يجتهد صحفي من أجل يتحدث عن المؤسسة العسكرية ويقول بها وعليها ولست أدري ماذا وفيها الجوانب الفلانية وتحت المكتب الفلاني هنالك كذا، هذا ندخل المؤسسات والمصالح العليا للبلد في إشكاليات. حذاري أقول حذاري من هذا، لكن لا يعني إطلاقا أن هنالك محظورات في المطلق على الصحفي أن يتناولها، أن يتناولها بمعايير مهنية كما قلنا، بمعايير أخلاقية المهنة وبالمعلومات. ماذا عن تحذير وزارة الداخلية مؤخرا للإعلاميين التعامل في مع ملف الإرهاب؟ هذا يذكرنا باللي صار قبل وقت اللي تم تصنيف حزب النهضة أو حركة النهضة إلى تنظيم إرهابي، وتم منع التغطية كل ما يخص حركة النهضة، وكانت التغطية تحولت من تغطية في الصفحات السياسية إلى تغطية الجرائم، جرائم الحق العام وقضايا المجتمع. شنو رأيك في هذا؟ هل احنا عدنا لعصر الدكتاتورية والرقابة اللي كان يعيشها الإعلام قبل ولا؟ يعني ينبغي أن نميز في قضية التصنيف هذا كمعناها طرف إرهابي أو شيء من هذا القبيل كما قيل على أنصار الشريعة في تونس، نميز بين حاجتين، بين أنك تصنفوا من أجل عزله سياسيا، هذا يجري في كل الدول حتى الديمقراطية نفسها. تذكرين جيدا بعد تفجيرات 2001 في نيويورك وفي واشنطن في التريد سنتر، صنف تنظيم القاعدة منذ تلك اللحظة كتنظيم إرهابي عالمي. ولكن هل مسك تنظيم القاعدة عندئذ ويعني تمرر للقضاء؟ لم يحصل هذا. الفرق بين التصنيف، أنا سميه تصنيف سياسي ما حصل في تونس لأنصار الشريعة، وتصنيف تصنيف اجتماعي أيضا لعزله عن المجتمع وتحذير المجتمع منه، وأيضا رسالة للمعارضة التونسية أنه من اختل شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي ومن قام بذبح الجنود التونسيين هم القاعدة، كما كانت تريد المعارضة أن تعرف هذا مصدر هذه الاغتيالات. لكن أيضا نميز بين مسألة أخرى، أنه القضاء وحده هو من يصنف هذا إرهابي أو غير إرهابي، وهنا أعتقد السلطة التنفيذية أو المؤسسة الأمنية اختارت، أو رئيس الوزراء ربما اختارت أن تقول لا للتعامل بالشكل القديم مع ملف الإرهاب في تونس، لأنه أولا الساعة يعني نشر كل ما يتعلق بهذا الملف وهو لم يغلق بعد، ما زال الآن في التطور القضائي، ويمكن التحقيقات تكشف عن أشياء وممكن تفتح تحقيقات أخرى، هذا يضر بالسير العام للقضاء، والزج بأسماء معينة في الصحف أيضا هذا يضر، يعني يمكن شخص ما يذكر اسمه اليوم يطلع بريء، فما بالك اليوم وقت تذكر اسمه سيعزل اجتماعيا وعائليا وأسريا وتسبب له في أزمات. أعتقد التمييز هذا ربما نتفهم من خلاله عملية التصنيف هذا على أساس أنه الإعلام يتحدثش على الإرهاب من هذا الموقع. دائما في تناولنا الأخلاقيات المهنة والمعايير، هل لاحظنا مؤخرا انسحاب متكرر للعديد من الضيوف السياسيين في البلاتوات التلفزية؟ هل هذا يعود إلى معناها عدم انضباط من طرف الصحفي، وخاصة في تعامله معناها مع ضيوفه من السياسيين؟ وعلى سبيل المثال مؤخرا انسحب لعدة مرات خليل الزاوية من بلاتوات تلفزية. يعني الحالة متاع السيد خليل الزاوية حالة أخرى، يعني هو معارض كان بجنبه يجلس إلى جانبه وتفوه أمامه بنعود لم يتقبلها، ما كانتش من المنشط ولا من الصحفي. في بعض الحالات الأخرى كانت من المنشط والصحفي عندما يبرز انحيازه لطرف دون آخر، ينزعج الطرف المقابل ويقرر المغادرة. مثلا في حالات أخرى اتضح العكس، أنه الضيف نفسه عنده موقف من المنشط، فأي هكا يعني نوع من السؤال اللي يطرحه المنشط أو الصحفي هو محضر روحه باش يغادر، لأنه يحب يورط الصحفي ذاك أمام رأي العام ويقول أنه مش محايد ومنحاز. فهناك ما نقولش لعبة، إنما هناك حالات مختلفة تقع هذه حتى في التلفزيونات العالمية، يعني ليست حكرا على تونس. نحن في حالة الانفلات هذه قاعد يحصل في حتى في تجارب ديمقراطية عالمية، في قناة الجزيرة حصل هذا، في العربية والإنجليش يعني حصل كثير من المرات، في CNN حصلت كثير من المرات، في فرانس 24 حصلت، في TV5، يعني قنوات عديدة عالمية تحصل فيها
يحصل في هذا. المهم في هذا في تقديري أنه لا يتم الانسحاب لأسباب مهنية. أنا قلقني كصحفي هذا، أنه المنشط أو الصحفي ما يكونش مهني، وعدم المهنية بتاعه تنعكس على أدائه في البلاتو فيغضب الضيف. يقلقني كصحفي، لأنه مفروض الصحفي يكون مهني، يكون محايد، يكون مستقل إلى أقصى حد ممكن ينجمه، ينجم ينفلت هنا هناك، وعليه أن يعتذر في البلاتو، يعني عليه أن يقول أنا تجاوزت حدودي، أعتذر، ما كان لي أن أقول كذا. يعني أنا أذكر زميلنا محمد كريشان بكى عندما اختيل في تفجير في العراق الزميل طارق، لا أذكر اللقب متاعه، وهو من الأردن، بكى بصوت عال وهو في الأستوديو يعني، وقع لومه على هذا، كيف تبكي، كيف تقول، يعني أنا بشر، في نهاية الأمر يمكن أن أخطأ، يمكن أن أصيب، ويمكن أن أبكي، ويمكن أن أضحك، لا تلوموني في حالة انفعال، لكن على الصحفي وعلى المنشط أن يكون محايد ومستقل، وإذا ما تجاوز هذا الخط الأحمر بالنسبة إلي عليه أن أعتذر حتى ليتسبب فيما تفضلت به. زميلي الكريم، نأتي إلى آخر نقطة. لاحظنا مؤخرا تداول نشر بعض الصحف لصور المخلوع وابنه، في انتقلت هي من نشرها على المواقع الاجتماعية وعلى صفحات الفيسبوك إلى نشرها في صحف تصدر على الساحة الوطنية. شنو رأيك في النقطة هذه؟ هذه الثورة المضادة، وهذا زبانية بن علي والرجل الذي أعطاهم كل شيء وصنع منهم إعلاميين وصحفيين، وصنع منهم رؤساء تحرير، وصنع منهم مديري مؤسسات، بل خلق لهم مؤسسات وأنشأ لهم مؤسسات، من الطبيعي أن يحموه. أنت ربما لا نستغرب هذا، بين ظفرين نستغرب عندما نستمع في مصر على سبيل المثال، ونحن هنا في هذا الحوار نتطرق إلى مصر رغم أهمية هذا الموضوع. في مصر هنالك من دعا إلى يعني الاعتذار لحسني مبارك بعد أن سقط نظام الإخوان هناك عن طريق الانقلاب الحاصل، وقيل في تلفزيونات مصرية علينا الآن أن نعتذر لحسني مبارك. اتضح أن الرجل كان على حق ونحن كنا على خطأ، ولم نقدر أفعاله وأعماله. أضيف أنا شخصيا أضيف قول أعماله وأفعاله الاستبدادية الدكتاتورية. يعني فلا تستغربين، هذه الثورة المضادة وهذه زبانية نظام المخلوع تدافع عن نفسها بنفسها بألياتها بمنطقها. ليس غريبا إذا 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 شفنا أنه عندنا حكومة مرتعشة لا تريد أن تواجه هذا الملف بكمل الشجاعة وبكمل الجرأة، بصرف النظر عن الاعتبارات الانتخابية والسياسوية اللي ربما تتحكم في العديد من القرارات متاعها. شكرا لك زميلي الكريم الأستاذ صالح عطية، خلي لك كلمة الختام. شكرا على هذه الاستضافة أولا في قناة القلم التي أزورها لأول مرة. شكرا لك على بعض التعبيرات وبعض الفقرات اللي سمعتهم منك. أنا دهشت حقيقة لأني أستمع إلى صحفية كأن لديها 15 عاما في الصحافة. أنا لا أجاملك هنا ومعروف من جملش، لكن نفرح لما نشوف صحفيين مبتدئين في بداية عملهم الصحفي بهذا العمق، بهذه المهنية في الإعداد خاصة وفي طرح التساؤلات. أزعجتيني في بعض الأحيان لكن كان إزعاجك مقبول ومهم برشا. أنا أقول صحفتنا وأعلامنا لابد أن يتقدم، ولكن لن يتقدم إلا بصحفيه، ولن يتقدم إلا بنقابة مستقلة ومحايدة وليست مسيسة، ولن يتقدم إلا بنخبة وبرأي عام حي وحذر، ولن يتقدم أيضا مسطر تحت منها إلا بسلطة تنفيذية تعي ما معنى إعلام وتدرك كيف تتعامل مع هذا القطاع ومع هذا الملف بطريقة مختلفة عن المنطق الاستبدادي، ولكن أيضا بطريقة مختلفة عن المفهوم والمنطق الحزبي والإيديولوجي. الإعلام بحاجة إلى أن يكون السلطة رابعة. من مصلحة أي دولة وأي حكومة أن تجعل من الإعلام سلطة رابعة، هذا شرف في حد ذاته لها وليس نقيصة لها. وعلى كل سياسي أن لا يخشى من الإعلام إذا كان يفعل في السياسة من أجل مصلحة شعبه. بالفعل، وهنا نحط جميع الزملاء الإعلاميين على إكمال دورهم والسعي وراء استقصاء المعلومة من مصادرها، المعلومة الصحيحة، المعلومة تساهم في بناء ديمقراطيات، والمعلومة تساهم في بناء وطن، ركائز وطن حقيقي. شكرا لك أستاذ صالح. أهلا وسهلا بك. إذن يبقى الإعلام التونسي مثار اهتمام الرأي العام التونسي، ولكنه مثار تحامل من هذا الجانب أو ذاك، اتهامات واستهدافات، ويبقى الصحفي
الفريسة الأسهل في كل ما يجد ويستجد في غياب المعايير المهنية الدقيقة والضوابط التعليمية الثابتة وغياب المرجعيات التي ميزت سياسات قصف العقول وتجفيف الينابيع وتصحير الرأي. سيداتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من متابعة عن قرب. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في ملف جديد. كانت معكم ملك البكاري، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. تحياتي.